ألا يسأل عن المريض بالربو يستعمل البخاخ، هل هذا يجوز ولا ما يجوز؟ هذا صدر فيه فتوى من اللجنة الدائمة لإفتاء بالجواز، لأنه ما يعتبر شيء مفطر، إنما هو مجرد هوى يقولون. أنا ما أرى هذا، لكن هم يقولون اللي يفتوا يقولون إنه مجرد هوى يفتح النفس، فإذا صح هذا مجرد هوى ولا فيه دواء ولا فيه ماء فلا بأس، أما إن كان فيه دواء وفيه ماء يدخل للحلق فهذا أنا متوقف فيه.